طيب النهارده برضو استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور محمد معيط وزير الماليه الملامح العامه والتقديرات الاوليه لمشروع الموازنه العامه الجديده للعام المالي 2021-2022، ده بحضور كل من احمد كوجوك نائب وزير الماليه للسياسات الماليه والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية. رئيس الوزراء أكد أن الدولة بتضع نصب أعينها لبذل كل الجهود الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعشان كده الحكومة حريصة على أن تشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية. وكمان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة في ظل تبني الدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية زي مشروع القومي لتطوير القرى المصري، فبالتالي لازم يكون في زيادة في الاستثمارات. معنا دلوقتي على التليفون الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار. يا دكتور مصطفى تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا بك، الحمد لله. سؤال يعني شرعي لأي مواطن مصري، هو أنا هستفاد إيه من زيادة الاستثمارات في الدولة؟ بمنتهى البساطة هي دي الخدمات اللي بتقدمها الحكومة بناء على الخطة اللي بتضعها الدولة للاستفادة بيها لأي مواطن. بس انه بدي اسمحي لي أكيد حضرتك في سرد الحديث، وطبعا يعني المقالة كبيرة جدا أو الشرح والتفسير بتاع اجتماع السيد وزير رئيس الوزراء النهارده مع وزير المالية، كان في نقطة مهمة جدا اللي هي التركيز من المبادرات اللي السيد الرئيس منحها للعديد من القرى، الحديث اللي حضرتك كنت لسه بتتحدثي فيه. الموازنة الجديدة دي يا فندم النهارده خلينا نقول بس كده بخطواتها الأولانية. الموازنة ده مشروع لسه ما تمش موازنة كاملة. دي المرحلة الأولى، لما هيتم إعداد الموازنة نهائياً بتم توجيهها للنواب لمجلس النواب لاعتمادها لاعتبارها من 1/7 القادم العمل بيها ان شاء الله. يعني في توجيهين مهمين قوي من فخامه الرئيس. التوجيه الاولاني قال خلي بالكم ان ده العام المالي الثاني في جائحه كورونا، لازم نزود المشروعات القوميه كلها علشان الناس تحس بالتحسن في الخدمات. مثال زي ايه كده بمنتهى البساطه؟ اولا لازم وسائل النقل سواء مترو الانفاق سواء القطارات في السكة الحديد سواء الطرق سواء الكباري ما شبه لذلك. طب ايه كمان؟ الاسكان، لازم يكون الناس تحصل على وحدات سكنية، المشروعات البديلة او ما شبه ذلك. النقطة بقى الاخطر والاهم اللي ذكرت النهاردة في الخطة دي، المبادرات اللي السيد الرئيس بيولي بيها اهتمام. القرى والصحة والتعليم. لازم الناس يكون في الموازنة القادمة دي عندهم أولوية في رعاية الصحة والتعليم من الحكومة للمواطنين. علشان كده النهاردة اللي حضرتك حدثت بيه في الخبر السابق إن النهاردة القرى هتكون في أولويات الحكومة، نعم، وده معد في الموازنة القادمة اللي اعتبار من 1/7 هيتم الصرف بكثافة لتحسين الخدمات في القرى والريف. مفهوم. طب دكتور مصطفى اسمح لي، يعني احنا دلوقتي بنعيش مش في مصر بس، احنا العالم كله بيعيش في ظروف جائحة استثنائية، وبالتالي الاستثمارات يعني حالها مش ولا بد. طيب احنا ازاي هنزود استثماراتنا على الرغم من استمرار الجائحة اللي احنا مش عارفين وقتها هيخلص امتى؟ شوف يا فندم بمنتهى البساطة خالص، بنكثف كل المجهود المالي يعني الفلوس اللي بتجمع لضخها في استثمارات تجيب عوائد. يعني بمنتهى البساطه عدي حضرتك مثل الكهرباء النهارده لما حصل الحمد لله بقى فيها فائض، الدوله بتحرص انها تصدرها للدول الجوار والشقيقه. دي هتجيب بيها مردود يا فندم، هتدخل عائد مالي، هتوفر اموال. زي اكتشافات الغاز، اكيد حضرتك متابعه وكل مشاهدينا الكرام. بعد الحمد لله اكتشفنا الحقل الذهبي وتوفير ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي، ابتدى فندم في حاجه اسمها السفن العملاقه بتاخد النهارده غاز مسال من ميناء دمياط بتصدره للعالم الخارجي، ده بتوفر عمله صعبه ودي مشروعات قوميه يا فندم، دي بتحسن من موارد الدوله. ايه كمان يا فندم النهارده؟ زي المواني والنهارده حركه التجاره الخارجيه. طب تحسين الزراعه النهارده يا فندم، مش بنحسن الزراعه دي بنزيد حركه التصدير؟ ده بمنتهى البساطه اللي الدوله بتقوم بيه. حسنوا الخدمات، حسنوا الثروات اللي عندنا، نبتدي نصدر عشان نعمل حاجه اسمها اكتفاء ذاتي. هدي لحضرتك ملمح صريح اسماعيل. بمنتهى البساطه يا فندم النهارده البترول الاسعار في غلاء كبير جدا، برميل البترول قرب ال 70 دولار. لولا تدبير الموازنه الاولانيه الناس ما حستش ان في تغيرات
في اسعار البترول ولا في تغيرات في اسعار البنزين او شبه ذلك. كل الامور دي يا فندم النهارده تحت نصب اعين الحكومه علشان توصل للمواطن البسيط بمنتهى البساطه خالص. طبعا يعني حضرتك حاولت تبسط الامور. طبعا انا شاكره جدا لحضرتك الدكتور مصطفى بدر استاذ التمويل والاستثمار على كل هذه الايضاحات.